إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجار الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن أمر مهم يحتاجه كل واحد منا، ربما قد أشرت له في خطب مضت، ولكن اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ألا وهو الأمانة عباد الله. الأمانة عباد الله، تدبروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ خلال أحبتي في الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم إقمة الأصحاب التي تحدثها يزيج الأعرابي إن متى الساعة؟ من من تقوم الساعة؟ من من يوم القيامة تختص الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الكلام من بعض من ذنب ويقيم قسرايا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ويقفر شاء مننا. وقال بعضهم بل لم يسمع قيمتين وتسليشاء، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل عن الساعة؟ أين يكمل النبي صلى الله عليه وسلم إن من جوني يتغيث قسان من أين السائل الذي يسأل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. إن تبقي يا رسول الله قد شئت قسان خساعة من غفقوم القيامة من غفقوم الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمعوا أيها الأحبة في الله، متى ستقوم الساعة؟ انظروا إلى هذا الجواب البليغ العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نهار تضيع الأمانة، نهار تضيع المسر من الأمانة، رخدني أتراجي الساعة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ ما مش هتضيع الأمانة، من مين هتضيع الأمانة؟
أو صرت تضيع الأمانة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة واحدة من ضياع الأمانة. وأنتم أيها الأحبة في الله قيسوا على هذا الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصحابي من نسل أعرب من مش قد الأمانة يضيع يا رسول الله، من مش تضيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية أخرى: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عباد الله، ألم يوسد الأمر إلى غيره؟ إلى غير أهله؟ ما لا إجن المجال، إجن منشأة، يترح ما إجن الإنسان، أنت وديه شيء مشرمي، وديه شيء مشرمي، الوقت ضيع الأمانة أيها الأحبة في الله. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا أحبتي في الله معنى عظيم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد وأن يوضع في مكانه المناسب، فلا يسند العمل ولا المنصب إلا لصاحبه الجدير به والأحق به من غيره. نهار أيها الأحبة في الله من يستحق شو شيء العكس الوردي، والعياذ بالله. نشين النبي عليه الصلاة والسلام إنما قد صور تضيع الأمانة، هو ما ليش نجني من عشان شيء أمشان نوز استهجاء أمشان نوز مريس السيو وإذ مريس يخذل، بأنه أيها الأحبة في الله هذه من طبيعة الأمانة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عباد الله، قد يظن كثير من الناس أن الأمانة هي ودائع قد توضع في يدك لكي تردها إلى أهلها. لا، هذا معنى بسيط، ولكن المعنى الأعظم أن كل شيء في هذه الدنيا أمانة في يدك يا أخي الكريم. الدين أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الزوجة أمانة، الأولاد أمانة، التلاميذ في يد المعلم أمانة، كل شيء في هذه الأمة أمانة. أمانة أيها الأحبة في الله، فأوليش الأمانة لكيش نربي سبحانه وتعالى ليش الامتحان، ما يحق الامتحان لما ليس تقصد ما ليس نشف يا أخي الكريم. الزوجة النغاية لنفسك ليش الأمانة، الوالدين النغاية الأمانة، كل شيء في هذه الدنيا يعتبر أمانة أيها الأحبة في الله. فالصلاة والزكاة وأركان الدين كلها أمانة وكلها من شعائر الدين، من فرط في شيء منها أو أخل به فهو مفرط فيما تمين عليه. مرة غير فرض للعبادات، هذه فرض الصلاة، هذه فرض الزكاة، هذه فرض الحقوق، يشكر ربي سبحانه وتعالى التي أدى، يقسم بأنه يؤدي شيء أمانة، يشكر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك الأعضاء، الأعضاء من الجسد مش ممكن أول مرة، من أول مرة تتزول يا أخي الكريم الحياة مش فوزك للأمانة، في الطويل للأمانة، مرة من هذه الشدد نش يفشت ربي سبحانه وتعالى: أمان إياك ثم إياك أن تستغل هذه الأعضاء فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل، يقول في محكم التنزيل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نهار تشهد ما يسمش لفاس مش جدار مش مرمي تغتق دي الدنيا، أخذت وشهد يوم القيامة يا أخي الكريم باش تسمي بأن مر أعظم الجوارح غير ذي الأمانة ستحاسب عنها يوم القيامة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى اليوم، يعني يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيوم القيامة أتصل العصاة، أتصل المذنبون، أتصل إفارة الأمانة الجوارح. يوم القيامة نختم الله سبحانه وتعالى بكم ممثل وغير السور، السور نفس السور نظار السور الفرق كشير السور العياذ بالله. إذا احذر يا أخي المسلم، واحذر أيتها الأخت المسلمة أن تفرط في هذه الأعضاء. وقال سبحانه وتعالى مخبرا لنا في محكم التنزيل عن عظمة الأمانة، أن تسمع عظم الأمانة أيها الأحبة في الله. ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، يقول لنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى يعرض الأمانة مش خلف الصحابة رضوان الله عليهم، يعرض الشريعة الإسلام، يعرض الحدود خل الجبال السماوات في جنة المارة ذي الجبال ذي الأرض، يعرض خاطر ربي سبحانه وتعالى باش تكشن الأمانة من بين المخلوقات الدينة وما تشتشن الأمانة باش تقسم القيمة للأمانة. أيها الأحبة في الله فأبين أن يحملنها وما تشتشن الأمانة أيها الأحبة في الله وأشفقن منها وحملها الإنسان. يكسب الإنسان الأمانة، الإنسان هو المكلف بالأمانة، هو المكلف بالتشريعات، حمل هذه الأمانة أيها الأحبة في الله إنه كان ظلوما جهولا. وتفسير الأمانة الأحبة في الله بالتكاليف الشرعية هو قول ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وأكثر المفسرين، وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. مثل الأمانة هو الدين، الدين ما رأسني يا أخي الكريم، هذه الأمانة مغاة، هذه الأمانة مغاة في العنق النش يوم القيامة توسطيخ الدين. من تقدم ذي الدين، من تشيدي الدين، قد دين ضحى خاف إذ حقص نبينا صلى الله عليه وسلم، ضحى خاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذات الأنفس نسن ذي الأول نسن كل شيء نسن سمح في كل شيء ميمن بس نغسوغ الدين ونتا أيها الأحبة في الله إنه فالشين يوجد. إذا من تقدم ذي الدين يا أخي الكريم، من تقدم ذي الدين، من تشيدي الدين يا أخي الكريم. هذا هو السؤال المهم أحبة في الله. فمن معنى الأمانة وضع كل شيء في مكانه اللائق به. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا لم ولن تعرف البشرية له مثيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يرضى إجن جيل الصحابة، تغنى النبي عليه الصلاة والسلام يخذر الصحابة، يخذر الإمكان ينزل والنجا المناسب في المكان المناسب أحبتي في الله. فمصعب بن عمير انطلق إلى المدينة، ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وأبو عبيدة بن الجراح إلى اليمن كذلك، وخالد بن الوليد. من غير خالد بن الوليد باش تسلم الأمانة أيها الأحبة في الله؟ خطي كثير ونيتي استحق ونيتي زمانة كثير. خالد بن الوليد تغسكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب والقتال، وزيد بن ثابت تصحب لنته، ولكن ما المهم منه أن يجمع القرآن الكريم. زيد بن ثابت يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، المهم منه هو يجمع القرآن. ولكن للأسف أيها الأحبة في الله نشن دي الواقع أنه أسف الإنسان استوى للدين، يفهم للدين، يتزاغ المزيدة، يستوى للدين المزيدة، من يمدح أسف يستوى، من يمدح يقالش نش أسف انتوى للأسف ويجري ورب الحافظ والعياذ بالله. أتت الإنسان يستوى يفتدي الدين يفتي ومغيرش الدين الله سبحانه وتعالى، ويبقى الله عز وجل خدين هو العلماء، العلماء الربانيون لنا يفتدي الدين، لنا يستور إياكة المشوار يغمش للدين. لا، إنما الدين أمانة أعطاها الله عز وجل بتكاليفها لكل واحد منا، ولكن تكاليف الفتوى أو الفتية خاصة بالعلماء أحبتي في الله. كل رجل في تخصصه ومجاله، فالأمة الأمينة هي التي تقدم الأدفاع. الأمة وغد قدم أيها الأحبة في الله، خد قدم يوذن يغرين، يوذن يسن، يوذن الجنس مالكين الأمانة أيها الأحبة في الله. لقد ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ إنس أبو ذر: يا رسول الله خل ما يديش نحاج كيش نحاج تكلفة تبغي يا رسول الله، يرزوني درخا ويرزبوني من عشر من الأمانة التي تمشي خصمت لا إنما يرزرخا. فقال هذا الصحابي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبيه يكفي بذر، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، يا أبا ذر قش ضعيف، شكغت شخصية ضعيفة، إنما قد أصالت قد قد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني قد أمانة مش مسؤولية. كذلك أيها الأحبة في الله، أنظر الإدارة النار، أنظر المستشفيات النار، أنظر الأماكن المغجة المختصة أيها الأحبة في الله، ويتأذن الأمانة نهارا ويتشن حق الأمانة أتحتى تدخل موظف وكيف تشاء من جل أمان
أتعلم خلوة العزيمة في إحسان 18 بار سوى في سيخاء ذات أيام أو أيام 50 أين الأمانة أيها الأحبة في الله أتعلم تجيش الشيخ الوارد الإدارة وستيف الشام تجيش في سكاش أو المغرب مالي قطرة حفوة تسل المالي قطرة هل هؤلاء أدوا الأمان ثم شريقا الشدام سلم قطع لا إله إلا الله قد زوج قد تبغناع الزوج ولكن أين الأمانة أيها الأحبة في الله وكني تسلم الواحد سبيطان سلم أيها الأحبة في الله مرفقها غفيطة في وجهه محروش وها شحال كنت تراجع شحال كنت تراجع شحال يا أخي الكريم كنت تراجع عندنا لا وقت المعرفة لا وقت مليان وليك يا سورة يجي والعياذ بالله إيش وقت تقصي شحال إذا وللآن تتمتع في البيت يتمتع في الحريق يتمتع من السيشن سيشن تاع الريندي وجنا في أشهار خمس شعار إذا يستعدوا عاد قرب يفرق أنت قاعد تمتع يبالي من ليس النفس يبالي هذه راح نروح النفس من يتراجع ونساء يتراجع الموت فقط مش حالنا تمتلم أيها الأحبة في لجاية السنة ولكن المسؤولين والإنشاء الواجب انسل والإنشاء قيمة الأمانة أيها الأحبة في الله إنها خزي وندامة يوم القيامة يا ثم إياك أخي الكريم ما رأتش المنصف أخشى المنشاء نخشى نيجي يكشى الأمانة يكشى محل تجاري نغيكش رأس مار نغيكشى يضحى يضحى ثم يضحى شتسيا دي الأمانة تجي الأمانة يوم القيامة أمانة يوم القيامة خصت وسجد يا أخي الكريم وجد دي مش خصت شك بلأني تجي الأمانة اختخذت حافظ وإذن ما تجينس مثل ما شفت حافظ يا أخي الكريم ما يمين لأني قذيك اتقار يكشى كل شيء فوسي يا أخي الكريم وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خالك الأمانة ما ليكش نجلس الأمانة كشيت أرس إياك ثم إياك أدخل ونشي خلم شحال يوم النهار اللي تعتاد الناس يقال شو نلتقي الشيء ولا نتيجه يضمر ويخمر ولا نتيجه ويغذيها لا يا أخي الكريم الهدي النبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ونشوف شنو الأمانة أرد ولا تقل من خالك قول خلي مشاش وخلي وياش وخلي جاش بمنطلق أنك مسلم أنك مؤمن تؤمن بالآخرة سنين الدنيا اللي ساعتها أرد أمانة وخيف ونش يا أخي الكريم فالأمانة أيها الأحبة في الله ليست مجرد كلمة إطلاقا ولا تقتصر على الولاية فحسب بل إن الأمانة لها مفهوم واسع أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله وسلم على نبينا الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا في الصحيحين احبتي في الله من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ما لاشك شم الله عز وجل شم الرعية هاتي حنجع للأسف أتف الإنسان دي سري الزرج إن دي تطوى مش تدخل ثم تطوى مش الصلاة ثم تطوى مش الصلاة ثم وجزتش الصلاة يا أخي الكريم من غير مثل يوم يموت انت يغش الرعية يغش الأمانة فهو نصممها ببارة والنهشاء فهو مستعد الخيوذين ونسمع عشاء فهو مستعد المنظر يجي فليف بيس منظر بالقهوة وردي جيشاء تقوى ديال الخبر ما لا تموت يا أخي الكريم أمو سن بأن الوعيد خطير والعياذ بالله سن بأن الوعيد خطير يا أخي الكريم إيش الوعيد خطير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إيش نغيويان سشوف ذا آية إيش نغيويان صارد متبرد صارد يحصى يوم القيامة ستسأل عنها ستسأل عنها تغشت من وقت ما في الحجاب وقت ما في الستر وقت ما في القرآن تغشت والعياذ بالله شكلا غشش من وقت ما طاومش الصلاة تغشتني يا أخي الكريم إلا حرم الله عليه الجنة
فالحذر الحذر أحبتي في الله. وفي الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، كلكم راع ما رق قوم الرعية، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. آية التدهنس الإمام الرعية ثم يعنى مسؤول في الرعية في الأمة، ثم مسؤول في الأهل. مش يا أخي الكريم مسؤول فريد تويس التلفزيون غدا الدار أتتقد المسلسلات أتتقد الغناء أصفار جدي من دمان الحارة تضابي شكس السبب يا أخي الكريم شكس نسيو التلفزيوني غدا الدار شكس نكشن التليفون أهل القرمي نخصم وهم طريقي الشاك وهم صغار الشاك وهم تحت الشاك. يا أخي الكريم أنت مسؤول، والرجل في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية كذلك. اشمي أختي الكريمة غمر الرعية في بيت زوجك في بيت زوجها ومسؤول ومسؤولة عن رعيتها. والخادم أخدم من خدم غشن يوزاد أقشت مسؤول يا أخي الكريم أقشت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي في الله يضيجن الخبر سنتدي المسجد فقط أن ذي التصن يوزاد تسندغ المسجد بدل أطغى القرآن بدل أذكى رب سبحانه وتعالى تعالى إنما سور الدنيا سور بشيء حواج يمكن يشتري قال القرآن إيه السور أيها الأحبة في الله. هذا ليس من شرع ربنا في هذا المسجد. المسجد إنما جعل لذكر الله عز وجل. السور ذكر نش نخواج نجد إلا في قدر الضرورة في الدنيا. أما ما نمشي نكسد كعادة ما بندي في الإنسان غير المسجد أدي السور مش حي جفرة من الجفرة. أحبة في الله المسجد منزه عن ذلك غاب القرآن استغل الأوقات نوم رب سبحانه وتعالى قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قد وقت الذي من الضياع أقش محاسب خصم يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجعلنا ممن يقتفون أثر نبيك، اللهم اجعلنا ممن يستنون بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين فيك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح نساءنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد اللهم وفقه لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة من العلماء الربانيين يا رب العالمين. كذلك احبتي في الله نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.